يلا طلاب، محاضرة 2021، البكتيريا التشخيصية مرحلة رابعة وزاري، مرحلة رابعة وزاري ماشي. الانفكشن اوف يورينري تراكت، تراكت المسار، يورينري البوري، انفكشن البوري شنو البولي، انفكشن اصابع يعني يو تي اي الى كنانة يورينري تراكت كونسيست، تتكون هاي الاصابع مال مسالك البولي، متى تتكون؟ شنو هي المسالك البولية؟ شنو؟ جوص سميت لا، كدني، كلى، يوريترز، حالب، بلدر، مثانة، يورثرا اللي هي المسلك البولي او يعني اخر نقطة بالمسلك البولي، تمام؟ المخرج، المخرج الامامي اللي هو المسلك البولي، خوش؟ تمام. هنا يقول لك هذا نتأشر هنا اربعة، هسه اللي راح اترجمه عوفه، يقول لك اليورينري تراكت بس وياي. انفكشن الاصابة مال المسالك البولية، مو كساعة ترجمان، عرفتوا بعد، تراكتر مميزة بينك تكون اذر اما ابر واحد او لاور اثنين. الابر شنو؟ يعني اما بالجزء العلوي من المسالك البولية او الجزء السفلي. الجزء العلوي هو اليورترز اللي هو الاحليل والكدني والكلى، هذني يعني هذا احليل وهاي كلى، خوش. اللاور السفلي منين يتكون؟ من البلدر المثانة واليورثرا والمخرج، هاي المثانة وهذا المخرج، خوش. انت كطالب ما راح تقرا، تدري ليش؟ لانه انت يوميا تقول باكر من هنا بنوازيك الامتحان، هاي راح تجي ويقول لك شنو المجمع السفلي او المنطقه السفليه بالجهاز البولي، ما راح تقول له منو، وراح تطلع وترسل، خوش، وتقول له اسئله صعبه بس شنو هيا واضحه. ايه كمل بسيطه، حرامات هاي السؤال، وهذا دول عينك، كل واحد عندنا 9000 مسلك بولي بالقناه ما شاء الله، صاير 20000 مشترك عندنا باليوتيوب، ما تعرف. يلا هسه يقول لك صم تيرمينولوجيست، بعض المصطلحات، تيرم مصطلح، اوكي؟ بعض المصطلحات اللي نستخدمها بهاي المنزمه، تمام؟ اول مصطلح اسمه الفايلو نفرتز، الالتهاب الكلوي الحوضي، هذا الفايلو نفرتز، هذا يصيب من انفكشن، يصيب الرينال بارنشايما اللي هو النسيج الحشوي، خوش، الكلوي، نسيج حشوي كلوي، والكايلسيس، تمام؟ and البيلفيك الحوض، ذن ثلاث مناطق، خوش. النفرو لايفيزز اللي هو التحصي الكلوي، التحصي نفرو لايفيزز تحصي كلوي، هاي ستون يعني حصوه عند كدني، خو واضحه هي من التعريف واضحه اصلا ما يحتاج ترجمه. ويوريترو لايفيزز، تمام، هاي ستون حصوه باليوريتر بالحالب، اذن هذا التحصي الحالبي. والسيستو لايفيسز هنا التحصي باليورينري بلدر بالمثانة البولية، بلدر مثانة، خوش. واليورثريتز هنا انفكشن، اليورثريتز يعني التهاب مجرى البول، انفكشن باليورثرا بمجرى البول اللي هو اخير منطقة مساعة مثل ما اشرنا. اليورثريتز التهاب الاحليل، انفكشن اصابع وذ يورترز الاحليل، خوش. السيستيتز، السيستيتز يعني التكيس او الالتهاب الكيسي، هاي يصيب البلدر المثانه، انفكشن تصيب البلدر المثانه. البروستيتس التهاب البروستات ما يحتاج، خوش، ذني مهمات، ليش؟ لان واضحات، هو يحب يجيب الاشياء الواضحه. هسه عندنا الاتيولوجيك اجنت، العوامل المسببه، اجنت عوامل اتيولوجيك مسببه. اول بكتيريا، طبعا قلت لك البكتيريا سبيسيز، انواع البكتيريا اللي تسوي لنا اليو تي اي، اول وحده الايكولاي، هذا القطر فوق احنا ما نحتاج عنوان، الايكولاي، الايكولاي ايش بيها؟ ما بيها شيء، فقط الايكولاي. الاذر مايكرو اورجانيزم اللي وراها منو؟ البروتيس، اذر اخرى مايكرو اورجانيزم، كائنات دقيقه، الكائنات الدقيقه الاخرى اللي تسوي لنا اصابه بالمسالك البوليه، البروتيس، خوش. اس بي بي يعني انواع السبيسيز مال البروتيس، يا هاي السبيسيز الانواع، الكليبسيا، طبعا هاي جاي انا جاي ادرسها للمرحله الثانيه، خوش ما شاء الله نسيت الكليبسيا، الانتروباكتر والاسينو بكتر، هاي اليوم اخذناها بالمرحله الثانيه بموعد تسجيل الفيديو، انا اخذتها اليوم الاسينو بكتر، خوش. ذني يسوون اصابه بالجهاز البولي او اصابه بالمسالك البوليه. نوت، ملاحظه، البروتيس، طبعا البروتيس انا اليوم اخذتها اليوم، ايش قلت لهم طلع بالبروتيس، اذا صارت عندي اصابه مال البروتيس راح تسبب لنا اليوريز، طبعا البروتيس راح تنتج بروديوس يعني تنتج اليوريز، تمام. وش يسوي هذا اليوريز؟ يسوي لنا الكلاين انفيرمنتال، بيئه قاعديه، طبعا تعرف الادرار حامضي فراح يسوي لنا بيئه قاعديه، تمام؟ خوش. وبالاخير يسوي لنا الستون الحصوه، اكيد هاي ايضا ذكرتها لهم كلش مهم انه يسوي الحصوه، لان البيئه القاعديه راح تسوي تكلس
وتسوي حصوه داخل شو اسمه. خش طبعا هنا البي اتش مال شو اسمه مال الادرار يقول لك النورمال فاجينال فاجينال المهبل النورمال الطبيعي البي اتش، البي اتش الطبيعي مال المهبل ايش قد؟ من 3.8 الى 4 اونس. انا حامضي خوش خوش. اون ذا اذر هاند الستاف والستريبتو از مور افشنت اكثر كفاءه. اها بعد عندنا بالاذر هاند على الجانب الاخر عندنا ايضا الستاف والسابروفايتكس الستافيلوكوكس والسابروفايتكس فيه هي مور افشنت اكثر كفاءه مور اكثر افشنت كفاءه ذا اتشنج تمام تو يو تي ابيثريال سير انه هي ترتبط او تمسك بالمسالك الظهريه البوليه. ما نفخت في الاشياء شنو كمل غير كمل. بري ديسبوسينج فاكتور بري ديسبوسينج هاي ماخذينها بالمناعه اللي هم المهيئون الجينيون او المهيئون الوراثيون او اللي عندهم تهيئه انه يصابون بالمرض. فقال لك هنا بري ديسبوسينج فاكتور العوامل المؤهله لاصابه اليو تي اي. شنو العوامل المؤهله لاصابه اليو تي اي؟ اول شيء 6 جنس اما ميل واما فيميل. خلينا نشوف من اللي يصاب اكثر. يقول لك الفيميل النساء يوجوالي عاده جيت انفكشن ياخذون الاصابه بيكوز بسبب شي هاز يمتلكن شي هي هاز تمتلك شوتر اقصر يوريثرا مجرى بول اقصر او مسلك بولي هاي النقطه الاخيره اقصر لان تعرف المراه عندها ايش يسمونها نسيته الرحم والرجل ما عنده رحم فمجرى البول او المسالك البوليه مال المراه تكون قصيره اما الرجل فتكون طويله فهي سبب الاصابه انه مجرى البول يكون اقصر وبعد شنو هو كلوزر قريب على الفاجينال على المهبل وبعد يكون اوبننج مكشوف يعني مكشوف لكثير من الامور الهواء بالبكتيريا غيرها كذا فتت قطعات قماش ما اعرف وايد تفاصيل خوش وبسبب الويبنج المسح وبسبب الكلينينج التنظيف تعرف جسمك تمسح تنظف يجوز مرات الشيء اللي تنظف في جسمك هو يحتوي على بكتيريا فهاي ايضا تعتبر اشياء. بعد شنو هاي اول نقطه اول عامل. العامل الثاني الاوبستراكشن الانسدادات او العوائق اللي تكون بمسلك البول ممكن تكون عوائق ابيثيليال غيرها كذا. هاي ثاني شيء التيومر والستون اللي هي الاني اوبستراكشن العوائق الاخرى تمام اللي هي التيومر الاورام والستون والحصى برجنسي حمل ديابيتس سكر اميونو سبرجين اللي هم مناعتهم ضعيفه والكاثيتريزيشن اللي هم جماعه القسطره. خش روت طرق اوف الانفكشن طرق الاصابه اول شيء الاسكندنج اللي هي تكون تصاعديه. شنو هي تصاعديه؟ باسيج مرور البكتيريا فروم من اليورثرا مسلك البول يعني الفتحه اللي يخرج منها البول وين يصعد؟ يصعد بالعكس داخل الجسم تو ذا بلدر الى المثانه اند كدني الى الكليه يعني من مسلك البول للمثانه يوصل للكليه هذا يسمونه تصاعدي. نقلب ورقه بعد عندنا شنو؟ الهيموتوجينيسيس الدم يعني البلد ستريم هاي ثاني وحده. بعد ثالث شيء اللايمفاتيك روت الطريقه اللمفاويه خصوصا بين ثلاثه اعداد. بعد هنا يقول لك ارضو على الرغم الاسكندنج روت الطريقه التصاعديه روت طريقه اسكندنج تصاعديه از مور كومون هي الاكثر شيوعا كورس المسار او الطريق الاكثر شيوعا اوف ذا انفكشن في اصابه الفيميل. هاي لازم تحفظها طريقه التصاعد هو اكثر شيء اصابه النساء. خوش خوش. بعد ايش عندنا هنا؟ عندنا هنا نوت ملاحظه ذا اونلي فقط بارت جزء اوف يو تي من مسالك البوليه يقول لك جزء واحد من اليو تي من اليورينري تراكت المسالك البوليه شبيه هاز يمتلك ليمتد نمبر ليمتد محدود نمبر عدد من الريزيدنت بكتيريا البكتيريا المقيمه. منو هذا الجزء؟ اريد اعرف بس الجزء اللي هو اسمه اليوريثرا اللي هو مو الحليل شنو هذا الحليل ياكل الحليل شنو؟ اللي هو مسلك البول. خوش مسلك البول عده نورمال شو نورمال فلور بكتيريا؟ بكتيريا طبيعيه يعني مو اصابه لا هي البكتيريا مكانها هنا نورمال فلور بكتيريا طبيعيه بهذا المكان اللي هي بالمسلك مال البول تمام. هسه يقول لك موست هوست ديفنس اها هسه ديفنس الدفاع هوست ديفنس دفاعات المضيف ميكانيزم الاليات الدفاعيه للمضيف ميكانيزم اليات ديفنس دفاعيه هوست المضيف. شنو الاليات الدفاعيه للمضيف؟ تو ايبل القادر على اليمنت التقلص القتل او التخلص من الاورجانيزم من البكتيريا. شنو هاي الاليات؟ خلينا نشوف الجسم شلون يقتل البكتيريا. اول شيء انهبيتري افكتد يورين تمام الاشياء اللي تاثيرها تثبيط على الادرار تمام اللي هي اليورثرال فلورا اللي هي الطبيعيه تمام اللي هي الانهبيتري المثبطه تمام المثبطه هاي وحده. اليورينري بروبرتيز خصائص الادرار مثل الادرار حامضي هذا يقتل البكتيريا ماشي خوش. ذا كونستنت فلوشنج التنظيف المستمر خوش كونستنت مستمر فلوشنج تنظيف. انا طبعا ذني مو كلش يعني حبيتهم بس مع ذلك راح ناخذهم. الفالفا لايك ميكانيزم الاليه اللي تشبه الصمام
هاي الآلية بين الكلى اعتقد والمثانه، اكو فد شلون الصمام انه ما يعبر شيء على شيء، فالاليه اللي تشبه الصمام فالف صمام لايك تشبه ميكانيزم الاليه. شوف تقاطع جنكشن، تقاطع اليورتر الحالب والبلدر والمثانه، تمام؟ هذا اللي هو بريفنت، يمنع ريفلكس عكس او تدفق الباك وورد، عوده الفلو التدفق العكسي، تمام؟ مال اليورين ما يخلي اليورين يرجع العكس. خوش ثاني شيء اكتيفيشن، تنشيط اوف اميون ريسبونس، الاستجابه المناعيه، ريسبونس الاستجابه المناعيه. هاي جاي ترجمة على السريع باعتبارتهم بعد هضمتوا اللعبه كافي اكسا اميون ريسبونس، اميون ريسبونس معقوله ما جاي تقرب. خوش والديفنسز الدفاعات. خوش تايب اوف يو تي انفكشن، انواع الاصابات مال اليو تي. اول شيء اليورثريتس، التهاب الاحليل، تمام؟ اليورثريتس هذا يسوي لنا يورثريتس هي احليل، التهاب المسالك البوليه، عذرا انا مشكله نفس الكلمه ما جاي افرق بيناتهم. هذا سامتومز يسوي لنا سامتومز، اعراض السيتويت المرتبطه مع الدايسيوريا، عسر البول بس، تقول له عسر البول. وبعد واللاور يو تي اي ثاني وحده اللي هي اصابه المسالك البوليه السفلية، هذا من يسويها اليورثريتس، واضح؟ خوش ويقول لك اليورثريتس هذا از كومون انفكشن، الاصابه الاكثر شهره، كومون اكثر شهره انفكشن اصابه، ليش اكثر شهره؟ شنو مثلا؟ عندها 1 مليون على الانستغرام؟ لا شوف بيكوز بسبب هذا الكلايميديا هاي اول بكتيريا، والنسيريا ثاني بكتيريا، والترايكومونوس ثالث بكتيريا. ايش بيهم ذني؟ كومون كوز اللي هن الكومون الشائعات، كوزز يسببن يورثريتس التهاب المسلك البول، وكونسيدر يعتبرن سكشوالي ترانسميتد، ترانسميتد منتقلات سكشوالي جنسيا. حلو، يعني ذني يسوون اصابه بالمسلك مال البول وهن ينتقلن جنسيا، فانتقالهن شنو؟ يكون سريع وانت تعرف السبب. خوش فذني يصيبا تحفظهن يصيبا المسلك البولي وانتقالهن جنسي، لذلك الاصابه مالت اليورثريتس هي الاشهر. اوكي اوكي بعد ما وضح. اوكي اليورثريتس التهاب الحالب يحدث، السيستيتس التهاب المثانه. طبعا هنا التهاب المثانه منطيني شغلات يقول لك كومبلين، الكومبلين الشكوى، يعني الانسان من شنو يشكو راح من شنو؟ دايسيوريا عسر بول، وفريكونسي تكرار بول، يعني كساي بول كساي بول. خوش ويورجنسي الحاح، تصير اكو حراره او يعني ما اعرفه بهالطريقه. خوش هذا يحذف كله. لاب دايجنو تشخيص المختبري مال اليو تي اي، شنو التشخيص المختبري؟ اول شيء الجنرال اكزامينيشن يورين، فحص اليورين العام، جنرال عام اكزامينيشن، فحص يورين، يورين دران. خوش الكلتشر الزرع، تمام؟ والاذر بارامتر، الاذر بارامتر شنو يعني؟ اذر اخرى بارامتر القياسات، القياسات الاخرى مثل البايو كيميكال الكيميائيه والهيماتولوجيكال الدم. خوش هاي خلص هذا يحدث. وشنو هاي ما تخلص الملزمه؟ يلا شنو هاي ماكو هيك. يلا طبعا هنا السبيسمن كولكشن اور ترانسبورت، النقل انا اصلا ما اريده كله ما عدا وحده، ان البكتيريا كاونت، محتوى البكتيريا كاونت، العدد او المحتوى مال البكتيريا، الرمين الباقيه وين الباقيه؟ باليورين، انا اخذت يورين بي بكتيريا، ايش قد ممكن تبقى هاي؟ 24 ساعة بواسطة 4 سيليزي، دير بالك 24 ساعة 4 سيليزي، اوكي؟ دير بالك من الشباب، هاي مهمة، هذا باقي فوق كله حذفه. هنا أنا السكريننج أنا ما أحتاجه أصلا خيولي. الجرام ستين مهمة، إذا سويت جرام ستين وأنا جاي أفحص وقال لك بريسنز وجود 1 بكتيريوم، بكتيريا وحدة، خوش؟ داخل الأويل إميرجن فيلد، فيلد المجال يعني مال المجهر مال الأويل إميرجن، لو شنو الأويل إميرجن؟ أم الزيت، العدسة أم الزيت. إذا لقيت الوحدة يعني هن ايش قد عددهن؟ ريبريسنت يمثل أو تمثل 10,000. الوحدة داخل الأويل إميرجن أو داخل عدسة الزيت تمثل 10,000، يعني أكو إصابة لو ماكو؟ أكو إصابة، هاي راح تجي، دير بالك. خوش. الإندايركت إنديسيز اللي هن المؤثرات أو المؤشرات الغير مباشره اندايركت، اول مؤشر البي ام ان انزيم، ممكن افحص بطريقه البي ام ان انزيم حتى اكشف عن هاي البكتيريا، البي ام ان انزيم حتى ابحث عن بكتيريا اصابه المسالك البوليه. وبعد عندنا النترايت ريديوكتيز تيست، اللوكوسايد استريس تيست، والكتاليز. هسه هذه شلون راح تجاي؟ بس يقول لك كتاليز قبل قله يو تي اي وخلص، ما له غرض، احنا تعودنا لا نحتاج نترجم ولا نحتاج نفسخ السؤال، نربط بين الطلب والنتيجه الموجوده بالتعداد، الطلب وموجود اي بي سي دي اي، انت حافظ انه البي ام ان انزيم موجوده باليو تي اي، قريت السؤال ما عرفته،
بس شفت كلمة يو تي اي بالسؤال وشفت اول خيار بي ام ان انزيم قبل تختاره البي ام ان انزيم خب ما موجودة بكل الملازم هي بس هنا خوش تعال تعال يا بطل يلا هسه هنا الاوتوماتيك ولا الاوتوماتيك ماريته انا اليورين كلتشر زراعة اليورين تمام باستخدام طبعا يقول لك المايكروبيولوجيست دول علماء الاحياء المجرية راح يستخدمون الكالبريتد لوب هذا الكالبريتد لوب تمام خوش هذا انتهى الموضوع الكلتشر من الاوساط الزرعيه البلود اجار اند الماكونكي اجار فور جنرال ازوليت للعزل العام جنرال عام ازوليت عزل اذا البلود والماكونكي للعزل العام والكروموجينيك ميديوم وهذا الوسط فور سبيشال ازوليت للعزل الخاص اذا هذا سبيشال حفظه وهذا العزل العام والسبيشال ركز لي عليه راح يجيك الانتربريتيشن اوف يورين كلتشر خوش التفسير هسه ديبيندينج اعتماد على التيب اوف ذا يورين سبمنت عشان هاي لا الكلينيكال هيستوري ما له علاقه شنو القضيه اليوريثرال اند فاجينال ديسشارج تمام اللي هي الافرازات مال اليوريثرال ما له علاقه بها الجونوكوكال يوريثريتس الالتهاب مال مسالك البول بسبب الجونوكوكال هاي الجونوكوكال يقول لك كوزيتيف هي اجنت هي عامل مسبب لمن هاي البكتيريا للنسيريا جونوريا هاي واضح اوكي هاي تسوي تسببها النسيريا جونوريا احفظها النسيريا جونوريا نفس الاسم جونوكوكو النسيريا جونوريا تمام خوش والكلينيكال فندينج هاي اذا صابتني راح يصير عندي كلينيكال فندينج اكتشافات سريريه شنو هاي الاكتشافات يلوش اصفرار بيورلنت قيح ديسشارج افرازات اذا افرازات قيحيه صفراء اند دايسيوريا وعسر ذني ركز عليه الافرازات القيحيه الصفراء خوش لانه دايسيوريا هو اخذنا خوش النون جونوكوكال يوريثريتس التهاب مسالك البوليه ما له علاقه بالجونوكوكال طبعا العامل المسبب كلايميديا ترايكوميتس هاي مهمه جدا 50% ويوربلازما 30% ومايكوبلازما البقيه اللي هي 20% اذا تحفظن كل وحده تسبب لنا نسبه معينه خوش الانكيوبيشن الحضن ما له علاقه به الكلينيكال فندنج الاكتشافات السريره لها للنون جونوكوكال وايت ميوكت مخاط ابيض خلاص ذاك اصفر هذا ابيض ده خوش الكلتشر على اليمن طبعا احنا اول امس بالمحاضره الثانيه بالمرحله الثانيه ماخذين الجونوكوكال والمننجايتس هاي هي هاي المننجايتس والجونو هذين نوعين من نفس النسيريا اوكي فالوسط مالتهن هو الموديفايد ثاير مارتن ميديوم والثاير مارتن والنيويورك ميديوم اعتقد هي جسمه خوش فهنا مطينا هو واحد ثاير مارتن ميديوم الام تي ام هذا اختصار بالمرحلة الثانية هذا اختصار ام تي ام خوش فهذا الوسط مال النون جونوكوكو خوش السيرفيسيتز التهاب العنق العنقي اوكي والفاجينيتز والتهاب المهبلي هنا عنق الرحم هنا المهبل طبعا كوزيتيف ايجنت العامل المسبب كوزيتيف مسبب ايجنت العامل اللي هو الجونوريا النسيريا ان يعني نسيريا جونوريا شوف سبحان الله طبنا بالمرحلة الثانية رسمي خوش نون سبيسيفيك فاجينيتس هو مو مخصص لالتهاب الفاجينيتس نون ليس سبيسيفيك مخصص فاجينيتس لالتهاب المهبل يقول لك هو هذا اصلا مو مخصص لالتهاب المهبل بس هو يصيبه طبعا يلوش اصفرار الهوموجينوس فاجينال ديسشارج وتونا اخذنا تونا اخذنا هذا جونوكوكل هو شنو هو نسيريا ان هذا المننجايتس اخوه كلش هذا الجونوري خوش لفه هو اصلا اخذها نسيت الجونوري خوش فهنا الجسمه نفسيتها صفراء فختولي خوش كوزد يسبب باي بواسطه ان ايروبيك اند جاردينيليا فاجينيلتس تمام هذا اللي هو المسبب لازم تحفظه يا حبيبي يصيب التهاب المهبل او يسوي لنا التهاب المهبل تمام هذا يسوي لنا التهاب المهبل في دول عينك تمام او يسوي لنا نن سبيسيفيك فاجينيتس هاي النن سبيسيفيك فاجينيتس الظاهر مو على الجونوريا ما له علاقه الجونوريا هنا هو خلي نقطه وخلص هنا انا قال لك نن سبيسيفيك فاجينيتس التهاب المهبل غير مخصص هم اصفر ويسبب بواسطه الجاردينيريا فاجينالز تمام هاي مهمه تمام طبعا الويت ماونت طريقه التحضير الرطب هذا فحص اسمه ويت ماونت كلو سيل خلايا مشوهه راح تطلع عندنا كلو مشوهه سيل هذا وين باليو تي اي كله دير بالك احفظها كلو سيل إذا صارت عندنا إصابة المسالك البولية خوش وخلصت المحاضرة